توت، ورحب بكم من دار عبد اللطيف بالعاصمة، ونستهلها بالحديث عن الشواهد التاريخية التي تزخر بها بلادنا الجزائر، وبتبسة أحد أهم البنايات الأثرية والشواهد التاريخية الموجودة بشمال إفريقيا. عينتنا السور البيزنطي وباب كاراكالا، وهما معلمان يستقطبان هواة الاستكشاف والغوص في مكنونات الحضارات القديمة. تقول سعد شباح: لا يزال هذا السور البيزنطي يحرس التفات عبر 14 برجاً للمراقبة، وباب كاراكالا شاهد على مجد تبسة الضارب في عمق التاريخ. وبين اليوم والأمس لم يتغير الكثير، فملامح هذا الحصن التاريخي لا تزال صامدة رغم عوامل الزمن. بها تعايش وتعاقب العديد من الحضارات، كل معلم يعطي صورة من خلال هذا السور البيزنطي الموجود والذي يحيط بالمدينة العتيقة، وهو حصن منيع للحماية. نحن نظنا يعني من جيل الاستقلال لقينا القلعة دي نتاع البيزنطيين، يعني وراي ملاحة وضافوا فيها حوايج. داخل هذا المعبد الروماني شواهد ولقاء أثرية تحكي عن الماضي التليد لتيفاس، أرضيات وجداريات فسيفسائية تخلد بطولات الرجل التبسي، كل هذا بإمكانك الاطلاع عليه اليوم ضمن هذا المتحف. عنا مناطق لازمنا نصوفيوهم ونطلبوا حتى خاصة من الشعب وحتى الدولة يدرت بالمجهود تاعها، يعني هم يخدموا ويصلحوا ويديروا حتى الشعب يكون شوية واعي. في 1920 تم جمع كل اللقاء الأثرية الموجودة والمكتشفة في المواقع الأثرية في ولاية تبسة من فترة ما قبل التاريخ، من الصناعات الحجرية والفخارية والرخام والكتابات وكل لوحات فسيفسائية الموجودة في المواقع، منها أشهرها لا تريومف دو فينوس اللي موجودة في حمامات كاراكالا. تبسة كتاب مفتوح بإمكان الزائر الاطلاع على مختلف فصوله، فالحقب التي مرت على تيفاس جعلت منها قبلة للسياح. بمدينة القناتسة ببشار نجد المكتبة البلدية، هي منارة للعلم وللعلماء. هذه المكتبة البلدية هي من أقدم الصروح التي ما زالت تسجل إقبالاً معتبراً للقراء من مختلف الأعمار، يجددون فيها ارتباطهم الدائم بالكتاب، يقرأ ويطالع فيها الآن الأبناء بعد أن كانت قبلة الآباء. تعرفنا بها دنيا نوالي. من منارة العلم والعلماء القنادسة التي كانت ولا تزال مبنية على أسس متينة متصلة بالكتاب والمعرفة، مكتبة البلدية واحدة من أقدم وأهم الوجهات التي احتوت العديد من القراء والكتاب. في الجيل تاعنا كنا نشتروا الكتب، هذا نشتروا من مكتباتنا في الاستعمار. اليوم هذه المكتبه راها الحمد لله تحل مشكل، وراها في تناول الجميع، يعني ماشي حاجه اللي راها محلوله النهار كامل، وتقد الشباب يقدروا يجوا يستغلوها. المكتبه هذه كانت تحتوي على كتب قيمه. تعتبر المكتبه الاقرب الى جيل اليوم باتصالها معنويا بآبائهم وأجدادهم، حيث درسوا مثلهم في هذه المكتبة التي تحمل في جعبتها العديد من الذكريات. نشأنا على هذه المكتبة من اللي نشأت، احنا نقرأ فيها بصفة دائمة حتى تحصلنا على شهادات العليا. أنا ملي راني صغيرة وأنا نجي هنايا كما كان يجي بابا وعمي، راني نجي هنايا باش نمارس المطالعة لأنها هوايتي المفضلة. بابا كان يقرأ هنا ولا يجيبني باش نقرا لكي انجح واتفوق، لان الكتابه فيه كل الفوائد. ويبقى الكتاب خير انيس يزود المعارف وينمي جيلا مثقفا، فبالرغم من الاقبال على قراءه الكتب الرقميه، الا ان الكتاب الورقي لا يزال يحتفظ بقوته وانتشار تأثيره. قيل
قلبك أوسع من المحيط، فابحث عن ذاتك في أعماقه الخفية. مبدأ هذه المقولة يترجمه الفنان أمين قاضي مستخدما ريشته وألوانه ليقدم لوحات فنية تجريدية جميلة يختزل فيها مراحل حياته. تقول نسرين دحمان: أمين قاضي فنان تشكيلي منذ 20 سنة، راح في إطار فن تجريدي. بعد ما كنت أعمل في ميدان نصف تجريدي، في هذه اللوحات تتداخل الألوان الزاهية والخطوط الديناميكية لتبهج عين الناظر بتقنية جريئة ورسائل سيميائية. هذا ما جادت به أنامل الفنان أمين قاضي. تحويل فكرة إلى صورة، والصورة لها دائما بعد، والبعد هذا احنا نحاولوا الفن هذا ما يكونش مجرد خطوط ولا رسوم، ولكن نستعملوه باش يكون يجمع بين الناس ويجمع بين الأفكار اللي راح تفيد المجتمع وتبين بلادنا وتمد فكرة راقية على هذا البلاد. ولأن الفن إبداع وجمال يجمع الفنانين بلوحات فنية، في هذه القاعة يجمع حتى الأصدقاء وإن تعدى الفراق 3 عقود. بعد ما انتهينا الدراسة نتاعنا في 1999 ما زلناش شفنا بعضنا بعد قريب 34 سنة، ولكن كان اتصال عبر مواقع التواصل. دونك كي تلاقينا ونا ديسكوتي هدرنا منا وقلنا باسكو انا مع بعضنا نديرو حاجة انسومبل، باسكو لازم ديما انسان ما يكونش ديما وحده. كل لوحة مختلفة عن اللوحة الاخرى، دونك كل لوحة عندها معنى وكل لوحة عندها تاريخ وكل لوحة عندها فريمون ديفينيسيون، يعني كل لوحة. حوالي 40 لوحة، أكريليك، بنتوها الويل، لوحات منذ 2012، 2010، 2021. هذا الفنان بإبداعه تعدى حدود الإبداع، فمنطلقه أن في داخل كل شخص قوة كامنة ما عليه إلا البحث عنها في أعماقه. فقد صدق أمين قاضي لما اتخذ من هذه المقولة شعارا له. احتفالاً بعيد الفطر المبارك لا يخلو كل بيت جزائري من الحلويات التقليدية بكل أنواعها وأذواقها، وببجاية فإن كعك النقاشي أولها، وهو حلوى أصيلة تعرفنا بها سهيلة زيتور. حاضرة بكل المناسبات وعلى جميع الموائد والطاولات، سهلة التحضير بمكونات بسيطة في متناول الجميع. تتفنن في إعدادها حرائر الجاويات. إنها حلوى النقاش. قش على حسب نوينيا لا بنسي بشو غي ساعة نقشة غي بسوفليس 30 عواشي تحفطة ثموتة ترحم ربي أكثرة 920 سنة العمريس تموت صافي شحال ودن قرأت أشحال إكساعة غذفير بس كنت ندن تثحفتي ثلاثتيس واحد جيراثين قلافيل بأداة معدنية صغيرة تحمل بين السبابة والإبهام، وطيلة عقود من الزمن تسهر السيدات على نقل هذه المهارة وتوريثها لبناتهن اليافعات.
بنين معروف، حبينا توصل او نيفو انترناسيونال باش نوصلوها لي زوتر فيل باش يتعلموها، نديرو مسابقات، نديرو بوغ نجمعو بزاف تاع لي فامي يجيو يديرو كونكور المسابقات، و بوغ انكوراجي باش نشجعو بزاف لي فام يجيو يتعلموا، ميم نجيبو وحده بروفيسيونيل ممبر جوري تتها باش تعطي لهم لي كونساي، تنحي لهم لي زيرور. لي زانغريديون تاعو ساهلين، ما كانش الدار اللي ما كانش فيه لي زانغريديون هادو، نبقى شي تواسا بالتمر، دونك سي تان غاتو كي كونسيستون لي ياكلو تما يشبع. اتو مومون تدخلي للدار في الافراح تلاقي ديما الكعك نقش في الدار. النقاش حلوة احتلت مكانة مرموقة بين حلويات من مدن أخرى تحافظ عليها البجاويات والجزائريات من كل الوطن، ليبقى هذا الموروث للأجيال اللاحقة. هذا ختام عددنا، والثقافية تضرب لكم موعداً للأسبوع القادم مع محطات أخرى من ثقافتنا. في أمان الله.